السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بأحبابنا وإن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. واليوم غادي نعملوا واحد الأكلة اللي هي سهلة. نبدأ على بركة الله بالتوابل. عندنا جوج معلقات صغار ديال الكمون، وعندنا جوج معلقات صغار ديال التحميرة اللي هي البابريكا، وعندنا جوج معلقات صغار ديال الخرقوم البلدي كركم، ومعلقة صغيرة ديال الإبزار اللي هو الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة ديال الملح، وعندنا جوج مطيشات محكوكين عامله فيهم انا واحد شويه ديال زيت زيتون، معلقه كبيره ديال الربيع مقطع، وثلاثه رؤوس ديال الثوم محكوكين، وثلاثه بصلات صغار مقطعين، واربعه ديال الفيليتات ديال مرلوسه، واربعه البطاطس مقطعين دواور، وزيت زيتون عندنا باش ان شاء الله نبداو في العمل. غادي ناخذ طاسه غادي نديرو فيها زيت العود اللي هو زيت زيتون، ونزيدوا عليها العطريه كامله، كل التوابل نديروها، ونزيدوا الربيع، ونحركوا. كل عطريه مع بعضياتها، وناخذوا دابا داك ربعه القطع اللي عندنا ديال السمك ندهنوهم، نبداو ندهنو فيهم. ونزلوهم جنب حدانا في الطاوله اللي كنخدموا عليها، نحطوهم حدانا، ونجيبوا الطاوه ديال الفران، نديروا فيها البصله مقطعه. تقريبا انا درت جوج بصلات اللي درت هنايا مقطعين، درت فوق منهم زيت العود، زيت زيتون، بالطبع زيت زيتون، ونحطو فوق منهم البطاطا اللي قطعنا من قبل دواور، كانت تفوق منا داك البطاطا، وهذه الثومة مقطعة حكاها محكوكة تا هي درتها فوق منها، والمطيشة محكوكة، واحد جوج مطيشات محكوكين كان فيهم واحد شوية زيت زيتون تا هما درتهم فوق منها. مهم بالنسبة لهاد الأكلة درت داكشي اللي موجود عندي في الدار هو اللي درت، فهاد النهار هذا ما خرجت لا تسخرت لا والو لا تقديت لا والو، داكشي اللي في الدار هو اللي درت في الفريكو، كانوا داك ربعة القطع السمك درتهم، البطاطا اللي كانت درتها، البصلة اللي كانت درتها، وبديت دابا كنستف دوك السمك هاهو فوق منهم، هادي علاش درت هاد الفيديو خفيف وهذا، لأن هادشي اللي كان موجود عندي في الدار هو اللي عملت. وداك العطريه اللي كان فيها ديك المرقده فيها هاد ربعه القطع درت شويه الماء ليها، وزدت فوق من فوق من الطاوه، هذيك هاد الماء اللي زدت هو باش غادي يطيب هاد السمك هذا. صافي دوك راه القطعات ديال الحامض مقطعين دويورات هكا، الواحد التزيين راه غيزين باللي بغى هوايا. صافي ها هي واجده، خرجناها من الفرن الحمد لله، كنحطوها بعدا في الفرن. المده راه هي قليله، المده ما داتش 20 دقيقه، وصافي كنخرجوها من الفرن، وها هي واجده الحمد لله، وراه كتجي بنينه وكتجي زوينه، وكنتمنى تجربوها. ولكن ما تنساوش بان انا عملت الموجود اللي كان عندي داك النهار في الدار، النهار اللي عملت فيها الطاوه ما خرجت تسخرت، عملت داكشي اللي في البيت، وراه كتجي زوينه واخا هي خفيفه غير بالبطاطا وبالبصيله، كتجي غزاله هاد الميكله، وكنتمنى باش تجربوها. وما تنساونيش ندعمكم ورايكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، وبارك الله فيكم، الله يجزيكم بالخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.